مرحبا، يلا موتورز اليوم بكوريا الجنوبية لتجربة قيادة الجيل الثامن من هيونداي سوناتا. تعرف عليها بهذا الفيديو. في البداية وعلى صعيد التصميم الخارجي، أكثر عنصر بميز سوناتا هو انتماء التصميمي لسيارات الكوبي من 4 أبواب، على الرغم من أنها تصنف ضمن سيارات السيدان التقليدية. فالخطوط الخارجية ناعمة وأنيقة لأقصر درجات، علما أنها تتميز بالخط المصنوع من الكروم واللي بينطلق من العمود A ليدور حول النوافذ الجانبية قبل ما يعود أدراجه من تحت العمود A مجددا ليلتقي مع المصابيح الأمامية واللي بتحول عند الوصول لها لخط من الإنارة اللي بتعمل بتقنية الـ LED واللي بتعطي السيارة رونق خاص ومميز. أما من الخلف فبتابع التصميم الناعم فرض سيطرته على مؤخرة سوناتا مع مصابيح توقف بتعزز الطابع الرياضي للتصميم من خلال احتوائها على عواكس هواء صغيرة مدمجة يمكن ما تلعب دور كبير بتعزيز أداء السيارة لأنها بتعزز الروح الشبابية. من الداخل تحديدا القسم الخلفي للمكسورة، فرغم انخفاض خط السقف لتوفير الطل الأنيقة للسيارة من الخارج، إلا أنه قرار مصممي هيونداي بخفض نقاط تثبيت المقاعد الخلفية عوض عن انخفاض السقف عبر توفير مساحة مقبولة لرؤوس ركاب المقاعد الخلفية. الخطوط الخارجية اللي بتوحي بسيارة سبورتس كوبي، سيارة رياضية، عم تتابعها هيونداي سوناتا بالداخل من خلال تجربة القيادة اللي بتأمن انخراط للسائق بعملية القيادة. يعني عم نقول انخراط بعملية القيادة ولكن مش ممكن بالمعنى الرياضي المطلق لا كلمة انخراط بعملية القيادة، لأنه المحركات اللي أمنتها هيونداي لا سوناتا هي محركات يمكن ما فينا نقول عنها انها رياضية. محركين من 4 أسوانات، الاول بسعة 2.0 لتر بولد قوة 152 حصان، المحرك الثاني هو سعة 2.5 لتر وبولد قوة 180 حصان. هو تانيتهم ما فينا نقول عنه ان هو المحركات رياضية، لان الاداء طبعا هذا كمية الاحسن ما فينا نقول عنها انها رياضية، بس ولكن الحصول على محرك اكبر يفرض على هيونداي انه كان يفرض على هيونداي انه تستغني عن الفكرة المتوازنة اللي قايمة عنا هذه السيارة، واللي هي انه هي سيارة عائلية عندها اذا بدكم روح شباب وعندها خطوط خارجية مثيرة. الحصول على محرك اكبر كان بيفرض على هيونداي يكون عندها كلفة اعلى، سعر اعلى، وكلفة استهلاك وقود اعلى، وبالتالي يعني عملوا اكثر شيء بيقدروا يعملوه ليضلوا محافظين على هالتركيبه المتوازنه اللي قايمه عليها السياره. بس ولكن انا برايي نجحوا بهذا الشيء، لانه الخطوط الخارجيه مثل ما قلنا الخطوط الخارجيه الحلوه تنعكس كمان بالداخل من خلال مقصوره القياده، كمان ما بتخلو من لمسات الاناقه، بالاضافه ل كمان او بالتناغم مع تجربه القياده الحلوه اللي بتامنها السياره. وبالختام تصميم خارجي كتير انيق ومواصفات كتير عاليه، هيونداي سوناتا بجيلها الثامن بتطرح نفسها منافس كتير قوي باسواقنا.